الحمد لله، الحمد لله على الهبات، والشكر له على الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، دعانا إلى الطاعات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات. أما بعد، فحياكم الله إخوة الإيمان مجدداً في هذه اللقاءات المباركة من خواطر الثلاثاء وعبق اللقاء، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا ولكم زاداً في يوم اللقاء. إخواني الأحبة، إن انفتاح هذه الدنيا اليوم على الناس وطغيان المادة قد أحدثت شقوقاً إيمانية وصدوعاً نفسية في حياة كثير من الناس. كم من الناس كان ربما في فقره وفي قلة ماله قريبا من الله عز وجل، مرتادا لبيوت الله عز وجل، ذاكرا الله عز وجل، فلما فتح الله سبحانه وتعالى عليه شيء من الدنيا وعطاه الله شيء من المال، أصابه الطغيان وأصابه البطر، كما قال جل في علاه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كم من الناس اليوم في واقعنا إخواني الأكارم نسى معاني التوكل على الله عز وجل، افتقد معاني اليقين بالله عز وجل والارتباط بالله سبحانه وتعالى، حتى داخل أنفس الكثير من الناس تلكم القاعدة القارونية، وهي نسيان المنعم ونسيان شكر الله سبحانه وتعالى، ونسى تلكم الحقيقة الجلية التي سطرها الله عز وجل في كتابه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذه الأحداث، هذه الدنيا اليوم أدخلت على كثير من الناس معاني التسخط وعدم الرضا. تجلس مع فلان ينتقد منزله، تجلس مع آخر ينتقد مرتبه، تجلس مع ثالث ينتقد مع مستوى وظيفته، لا تجد تلكم القناعة، ذلكم الرضا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في حياتنا. ولذلك جاءت هذه الخاطرة المهمة وهذا الموضوع الجلل الذي لابد أن يتذكره الإنسان وأن يعيشه في حياته، ألا وهو القناعة. اخترنا هذا العنوان كنز القلوب لأن القناعة فعلا هي كنز القلوب، وهي من الزاد الذي نحتاجه في هذه الأيام، وقد داخلت الدنيا الناس وقد هجمت المادة عليهم. القناعة أن يقنع الإنسان بما آتاه الله عز وجل ويرضى ولا يتسخط، مع بذل الإنسان في طلب الحلال، هذه هي القناعة. تقنع بما آتاك الله عز وجل بعد بذلك للجهد، بذلت الجهد وصلت إلى هذا المنصب اشكر الله عز وجل عليه، بذلت الجهد في تجارتك جمعت هذا المال اشكر الله سبحانه وتعالى عليه، بلغت وظيفة من الوظائف وكان مرتبك بهذا الحجم أشكر الله عز وجل عليه، تشكر الله عز وجل بعدما آتاك الله عز وجل بعد هذا البذل، تقنع بما آتاك الله سبحانه وتعالى. هذه القناعة اليوم ننظر لها في حياة الناس، كم ممن تنكبها وكم ممن خالفها، كم من أناس يعيشون معاني الشكوى التي تكون شبه يومية من تذمرهم من واقعهم وما آتاهم الله عز وجل، يكاد أحدهم لا يشكر الله سبحانه وتعالى على ما آتاه الله عز وجل، لا ينظر إلى من هو دونه، دائما ينظر إلى من هو أعلى منه، فيكون دائم التسخط، دائم التذمر على ما آتاه الله عز وجل، لا يسلم له، يتسخط منزله، لا يرضى عن مسكنه، لا يرضى عن مرتبه، دوام هذا السخط في حياته، هذا التنكب عن معنى القناعة التي ينبغي أن تكون في قلب الإنسان المؤمن. أيضا من صور التنكب عن القناعة في حياة الناس اليوم الحسد.
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ كم من إنسان يحسد الآخرين، إما يحسد على منصبه، إما على ماله، إما على بيته، إما على سيارته. هذا خلاف عقيدة القضاء والقدر، خلاف القناعة. الله سبحانه وتعالى قسم بين الناس معايشهم، الله قسم بين الناس أرزاقهم، فلا تحسد الآخرين على ما آتاهم الله عز وجل، بل بالعكس المؤمن يدعو للآخرين بالبركة، يدعو الله سبحانه وتعالى لهم أن يبارك الله سبحانه وتعالى في مالهم، لا أن يتسخط وأن ينظر لماذا أعطى الله سبحانه وتعالى فلان ولم يعطني، حتى يقع والعياذ بالله في انحرافات عقدية بسبب هذه النظرة. هناك تنكب كبير اليوم في حياة الناس لما افتقدوا معاني القناعة. القناعة يقنع الإنسان بما آتاه الله سبحانه وتعالى، ولا يفتح على نفسه هذه الأبواب من حسد الآخرين، من النظر إلى الآخرين، من التذمر مما آتاه الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون الإنسان وفق ما آتاه الله سبحانه وتعالى. من صور التنكب أن البعض يسعى في أبواب الحرام والعياذ بالله حتى يزيد من ماله، لم يوفق، أعطاه الله عز وجل مقدار معين من المال من الرزق الحلال، لا يكتفي بهذا الحلال ثم ينتقل ويبحث عن صور محرمة، فلان يغش في تجارته، فلان يدخل وظيفة محرمة حتى يجمع شيء من ركام هذه الدنيا، على حساب ماذا؟ على حساب دينه، على حساب آخرته. كذلك من صور تنكب هذه القناعة معاني الذل التي يعيشها بعض الناس. كثير من الناس والأسف الشديد تجده يذل نفسه لمسؤول حتى يترقى، يذل نفسه لتاجر حتى يصل للشيء من الدنيا، شيء من المال. هذا الذل، هذا الافتقار الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى، بسبب هذه المادة، بسبب سقط الدنيا، بسبب هذا المال، صار هذا الإنسان الذي شرفه الله، الذي كرمه الله، الذي أعزه الله عز وجل، يذل نفسه لمخلوق حتى ينال شيء من هذه الدنيا، والإنسان يرفع نفسه. تقرؤون سبحان الله في ترجمة سالم ابن عبد الله ابن عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له أبناء كثر، كان من أشدهم شبها به عبد الله ابنه عبد الله، وابنه عبد الله كان له أبناء كثر، كان من أشد أبناء عبد الله شبها بعبد الله سالم، سالم ابن عبد الله ابن عمر حفيد عمر الخطاب، كان كثير العبادة، كثير التقرب إلى الله عز وجل، كان زاهدا لا ينظر إلى معاني هذه الدنيا. كان في يوم من الأيام بجانب الكعبة، فدخل سليمان بن عبد الملك لأداء العمرة، فطاف في البيت، وهو يطوف لمس من سالم وهو جالس يذكر الله عز وجل، دموعه على خدين في قرب من الله سبحانه وتعالى، ورأى هذه الحال، حال الإنسان المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلما قضى سليمان بن عبد الملك الطواف، انتهى من الطواف وصلى ركعتين، جاء إلى هذا الرجل الذي عرف ربه وعرف الآخرة، فقال لسالم سليمان بن عبد الملك، يقول له: هل تريد شيء نكرمك به، نعطيك، يعني هل تريد شيء من أمور الدنيا، هل تريد شيء من المال؟ فنظر إليه سالم فقال: والله إني أستحي أن أطلب من غير الله أمام بيت الله، إني أستحي أن أطلب من غير الله أمام بيت الله عز وجل. فانحرج سليمان بن عبد الملك من هذه الكلمات العظيمة، وانتظر حتى بعد الصلاة، خرج سالم خارج المسجد، تبعه سليمان، قال: الآن أنت خارج المسجد وخرجت من بيت الله عز وجل، هل تريد شيء من هل تريد شيء نعطيك، هل تريد شيء من العطاء؟ فقال له سالم: تعطيني شيء من الآخرة أم تعطيني شيء من الدنيا؟ فاستغرب من سؤاله، قال: لا، من الدنيا، لأن الآخرة بيد الله عز وجل. فقال سالم، وتأملوا إلى هذه العبارات العظيمة، قال: هذه الدنيا لم أطلبها ممن يملكها، ف
فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ هذه الدنيا يقول أنا ما سألتها من رب العالمين، الله سبحانه وتعالى الذي يملك الدنيا ويملك هذه الأموال، أنا لم أطلب من الله عز وجل الدنيا وحطامها، فكيف أطلبها منك؟ فانحرج الخليفة وانصرف. ولكن اليوم واقع الناس بخلاف هذا الأمر، تجدهم يذلون أنفسهم لأجل هذه الدنيا، فكان ثقتهم بالله عز وجل، يقينهم بالله سبحانه وتعالى معنى عزة في حياتهم. أيضا من تنكب معاني القناعة اليوم في حياة الناس أن البعض يحزن على فوات الدنيا أكثر من حزنه على فوات الدين. تجد إنسان إذا فاته مرتب، إذا فاتته مكرمة، إذا فاته شيء من زخم هذه الدنيا يحزن ويتأسى لفوات هذا الأمر. أما إذا فاتته صلاة، فاتته عبادة، فاتته طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يحزن. هذا من التنكب الذي يعيشه كثير من الناس في باب القناعة. هذه القناعة إخواني الأحبة ينبغي أن نجددها في حياتنا، وينبغي أن نراجع أنفسنا في باب القناعة. هذه القناعة هي طريق الحياة الطيبة عند الإنسان المؤمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما هي هذه الحياة الطيبة؟ ذكر علماء التفسير 12 قول في الحياة الطيبة. من هذه الأقوال قول ابن عباس وعلي بن أبي طالب والحسن أن الحياة الطيبة هي القناعة، هي القناعة. من قنع كما قال ابن الجوزي أحياه الله سبحانه وتعالى حياة طيبة. فإذا أراد الإنسان الحياة السعيدة فعليه بالقناعة، إذا أراد الإنسان السداد، إذا أراد الإنسان الفلاح في هذه الدنيا، أن يتحقق له كل خير في هذه الدنيا، فليجعل القناعة في حياته. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله؟ هذا الذي له الفلاح، دخل الإسلام وكان رزقه على قدره، على قدر كفايته، وآتاه الله سبحانه وتعالى هذه القناعة، هذه القناعة العظيمة. هذه القناعة هي تجعل الإنسان واثق بالله عز وجل، راضي بالله عز وجل، يقين بالله عز وجل، يزيد من معاني الإيمان في حياة الإنسان، لأنه يعلم أن الأرزاق بيد الله عز وجل، لا يملكها أحد. هذا المعنى الجميل تقرأ في تراجم الصحابة، تقرأ في تراجم السلف. عبد الله مسعود يقول إن من أجمل الأيام عندي يوم أصبح فيه ويقال ليس في بيتك رغيف. يقول هذه من أجمل الأيام، لماذا؟ لأن يزداد الرجاء في الله عز وجل، يزداد اليقين بالله سبحانه وتعالى. حتى الإمام أحمد يقول من أفضل الأيام يوم لا يكون عندي فيه شيء، ما عندي شيء من الطعام، شيء من المال. لماذا؟ هنا يفتقر الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان فقره جعله يتعلق بالله عز وجل، وكم من إنسان غناه جعله يطغى ويبتعد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك لابد أن يكون يقين بالله عز وجل. الحسن البصري له عبارة تكتب بماء الذهب، يقول إن كثير من الناس يقينه بما بين يديه أكثر من يقينه بما في يد الله سبحانه وتعالى. تجد عنده 5000 ومغتر بهذه الآلاف ويقول خلاص كل شيء مضمون، عندي 5000. سبحان الله، أينما عند الله سبحانه وتعالى الخزائن التي لا تنفد، خزائن الله سبحانه وتعالى العظيمة، ما نظر إليها ونظر إلى ما آتاه الله سبحانه وتعالى. معاني عظيمة يجدها الإنسان في القناعة. يجد الإنسان عزة النفس، لا يذل نفسه للآخرين. هذا الاستغناء شرف لهذا الإنسان، وعزه استغناؤه عن الناس، يستغني عن الآخرين، لا يحتاج أن يذل نفسه لفلان ولا علان، مكتفي بهذه القناعة. محمد بن واسع هذا العالم الزاهد العابد كان يأتي في الصباح يأكل خبز يبلله بالماء، ثم كان يقول عبارة، يقول من كان هذه حاله
لم يحتج إلى أحد من الناس. يقول يعني الذي يعيش هذه المعاني من القناعة لا يحتاج إلى الناس. هذه القناعة إذا كانت في حياة الإنسان لا يكون له ركض وراء معاني الدنيا. لماذا؟ لأنه يحقق في حياته الغنى الحقيقي. ليس الغنى أن تمتلك مليون، ليس الغنى أن تمتلك المزارع والعقارات، كلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. والله تجد إنسان عنده ملايين الدنيا لكن فقير في قلبه، يركض هنا ويركض هنا، يفوت صلاته، يذل نفسه، بعيد عن الله عز وجل، مهموم في دنياه. ما جعل الله سبحانه وتعالى له الغنى القلبي. هذا الغنى الحقيقي يتحقق في حياة الإنسان إذا آتاك الله سبحانه وتعالى القناعة. هذه القناعة تحفظك من الآثام، تحفظك من الغيبة، تحفظك من حسد الناس، تحفظك من آفات كثيرة جدا. القناعة ترزق الإنسان التواضع لله عز وجل. ما يكون لدى الإنسان استعلاء تكبر، لا، هذه القناعة تجعله قنوع متواضع منكسر لله سبحانه وتعالى. نحتاج أن نعيش معاني القناعة. هذه القناعة تأتي في حياتنا إخواني الأفاضل بأن نعزز الإيمان بالقضاء والقدر. كل ما في حياتك هو بقضاء الله وقدره. كل شيء، الأرزاق، كل صغيرة وكبيرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. لن تموت نفس أبدا. الرزق الذي كتبه الله سبحانه وتعالى يأتيك لا محالة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليأتي أحدكم كما يأتي أحدكم الموت. مثل ما يأتيك الموت، الأجل، هذا الرزق الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لك لا محالة سوف يأتيك. أيضا يحصل الإنسان هذه القناعة بأن يجعل يقينه بالله عز وجل، ليس يقينه في الناس، ليس يقينه فيما في أيدي المخلوقين، وإنما ما عند الله سبحانه وتعالى. تأتي القناعة للإنسان في هذه الدنيا أن يتفكر أن هذه الدنيا مرحلة سوف تتجاوزها، سنوات معدودة ستعيشها في هذه الدنيا لتعيش الحياة الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي علمه نبي الأمة لأصحابه بأبي هو وأمي، لما جاءه بعض الصحابة وقد أثر الحصير في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له في أثر هذا الحصير في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، إنما أنا كراحل. يعني أيام مسافر سعيش في هذه الدنيا ثم أغادر هذه الدنيا. المؤمن ينظر ما عند الله عز وجل. في تلكم الحادثة، صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، لما دخل أبو بكر وعمر على النبي صلى الله عليه وسلم، استيقظ من نومه وإذا بالحصير قد حمر ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى أبو بكر وبكى عمر من هذا المنظر، فقالوا: الحصير يؤثر على ظهرك، وفارس وقيصر وكسرى على الحرير والديباج، على الحرير والديباج. يعني انظر إلى ملوك الدنيا في ماذا يعيشون، وأنت صلى الله عليه وسلم تنام على هذا الحصير الذي أثر على ظهرك. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فراش كسرى وقيصر إلى النار، وهذا الفراش عاقبته إلى الجنة. الله أكبر. هذه رؤية المؤمن، ينظر إلى الآخرة، ينظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن يجاهد الإنسان هذه النفس. النفس من فطرتها الله جبلها على حب المال، إنه لحب الخير لشديد. ما هو الخير؟ المال. هذه النفس التي بين جنبيك تحب المال حب جم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان له وادي من ذهب لتمنى ثاني. فالإنسان يجاهد هذه النفس. ثم أيضا من أسباب الحصول على القناعة ألا تكثر الجلوس مع أهل الدنيا.
كم من إنسان سبحان الله كان همه الدعوة إلى الله عز وجل، همه العبادة، طلب العلم، فأكثر الجلوس مع أهل الدنيا، مع أهل المادة، حتى صار من أمثالهم، حتى صار لا يفكر في آخرته، لا يفكر في طلب العلم، في الدعوة إلى الله عز وجل. اختر أناس يذكرونك بالله عز وجل. الإنسان يتأثر بمن يجالس، اختر جلساء يذكرونك بالآخرة. لا تجالس أناس يصرفونك عن الدار الآخرة، يجعلون قلبك متعلق بهذه الدنيا. تأمل أخي حبيب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لا يبالي بهذه الدنيا. جاء في الحديث أنه لما جاءه رجل فسأله، فعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنم بين واديين، غنم كثيرة. فرجع هذا الرجل بعد عطاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس أسلموا، فقد جئتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. مع هذا العطاء يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ينام على حصير، ينام على أدم حشوه الليف، كما قالت أم المؤمنين عائشة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من خبز الشعير يومين متواليين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل كما كانت تقول أم المؤمنين عائشة في يوم وجبتين إلا أحدهما التمر، إلا أحدهما التمر. لما كانت أم المؤمنين عائشة تكلم الزبير عن حياة، عن عروة بن الزبير عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إنه لا يمر علينا الهلال والثاني والثالث ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم النار، لا يطبخون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة: يا خالة، فماذا كان طعام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان طعامه الأسودان، الماء والتمر. هذه القناعة التي عاش بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان لديه غنى النفس، حكم الدنيا، خاف منه الدنيا بأسرها، لأن الغنى الحقيقي الذي ينبغي أن يكون في حياة الإنسان غنى النفس. فلا تندرج إخوان الأحبة في مدارج هذه الدنيا، فإن الدنيا كما قال العلماء كالبحر، كالماء المالح، إن شرب منها المرء لا يرتوي أبدا، وإنما يتزود الإنسان يرتوي من الآخرة، يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. ما كان لديه من مال ينفقه ليجد غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.